أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة قضية منع بعض الوزراء من الدخول إلى الرياض وكذا من المغادرة منها وتعذر اجتماع الحكومة. قال وزير النقل صالح الجبواني أن السعودية منعت بعض أعضاء الحكومة الشرعية من التنقل من وإلى الرياض، وطلب الجبواني في تغريدة له على تويتر بالسماح له بزيارة الرئيس هادي لإطلاعه على بعض الملفات السياسية والخدمية، مشيرا إلى أنه منذ شهر لم يمنح تأشيرة الدخول إلى المملكة. ودعا وزير النقل الرئيس هادي بالعودة إلى اليمن والإقامة في إحدى المدن الخاضعة لسيطرة الشرعية لإدارة أمور البلاد. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما حقيقة منع الرياض لوزراء في الحكومة اليمنية سواء من دخول الرياض أو مغادرتها، وما هي خيارات الحكومة للخروج من دائرة الحصار السعودي؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. السعودية تكرس عزلة الرئيس. منذ 5 سنوات على إقامته في الرياض يواجه الرئيس هادي وضعا أكثر تعقيدا، بات معه اللقاء بأعضاء حكومته أمرا صعبا. هذا ما كشف عنه وزير النقل صالح الجبواني الذي أوضح في تغريدة له على تويتر أن السلطات السعودية رفضت منحه تأشيرة لدخول أراضيها للقاء الرئيس المقيم في الرياض. نحتاج إلى زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي، لكننا منذ أشهر لم نحصل على التأشيرة. هذا خلاصة ما أباح به وزير النقل نيابة عن العشرات من الوزراء والمسؤولين والقادة الحكوميين الذين يعانون من إجراءات مماثلة منذ سنوات. الوزير الجبواني وجه في التغريدة ذاتها خطابه إلى ولي العهد السعودي مطالبا إياه بأن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة أو يعود الرئيس إلى اليمن، حيث يمكنه أن يستقر في سيئون أو عتق أو مارب أو المهرة. بالتزامن مع ما كشف عنه الوزير الجبواني، هاجمت صحيفة عكاظ المقربة من دوائر صنع القرار السعودي الحكومة الشرعية التي وصفتها بالمقيمة في الخارج واعتبرتها غير جديرة بالدعم الكبير الذي تتلقاه ماليا وعسكريا ودبلوماسيا من التحالف العربي والمملكة على وجه الخصوص. ينصب الهجوم السعودي الموجه ضد الشرعية على الوزراء الذين تصدوا للانقلاب الأخير في عدن وقرروا الدفاع عن الدولة والوحدة، التي تقول السعودية أن تدخلها العسكري الواسع في اليمن يهدف إلى تحقيق ما قاتل من أجله هؤلاء الوزراء الذين يجري إقصاؤهم من المشهد بإرادة سعودية كاملة. يأتي ذلك فيما بدأت السعودية برعاية حملة تستهدف رموز المقاومة الوطنية في مأرب والجوف وتعز ضمن مخطط يهدف وفقاً لمؤشرات موضوعية إلى تقويض المقاومات الصلبة للسلطة الشرعية والنيل من أهداف المعركة الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة والحفاظ على الوحدة. ووفقاً لما رشح من أهداف هذه الحملة، فإن تحييد الجيش الوطني يمثل أولوية للسعودية في هذه المرحلة، تجلت ملامحها في التراجعات المفاجئة لمقاتلي جبهة نهم وفي الحديث عن قنوات اتصال بين محافظي مأرب والجوف مع الحوثيين، ادعاءات تمثل أحدث حلقة في سلسلة النهج الكارثي للسعودية في اليمن. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وهنا أرحب بضيفي. سينضم إلينا من مدينة أبها السعودية المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، وأيضا أرحب بضيفي الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. أبدأ مع ضيفي الدكتور فيصل. دكتور فيصل مساء الخير. مساء النور لك والجمهور الكريم. أهلا بك دكتور. يعني ما هو تعليقك على ما ورد في تغريدات الوزير الجبواني من رفض السلطة السعودية منع بعض المسؤولين من منحهم تأشيرة لدخول المملكة واللقاء فيما بينهم؟ تغريدة معالي الوزير صالح الجبواني ورفقائه من الأحرار اليمنيين هو يكشف عن سوء المعاملة التي تبديها السعودية لرجال الدولة. السعودية إلى الآن لا تريد رجال الدولة وإنما تريد أتباع، تريد عملاء في اللجنة الخاصة. الأخبار الواردة والمؤكدة أن السعودية حتى أعضاء الحكومات تعاملهم بقسوة، تعطيهم إقامة كل 3 أشهر وينبغي تجديدها،
ولا يخرجون او يعودون الا باذن وبترتيب مسبق، وبالتالي احيانا تتعرقل عمليه دخولهم وخروجهم بالشهور، وبالتالي يتم تعطيلهم. هذه التغريده الحقيقه جاءت لتدين السلطه الشرعيه التي رضيت بالمهانه لنفسها ولفريقها الحكومي ولرجاله الدوله. يعني اليوم ازاء هذا الوضع ينبغي على الرئيس هادي وحكومته الضاله في الرياض ان تعود الى الوطن. لا ينبغي الاستهانه بانفسهم، فهم لا يمثلون انفسهم بقدر ما يمثلون اليمنيين، ما يمثلون الدوله اليمنيه. عار عليهم ان يرضوا بمثل هذا الذل لهم. يكفي انهم صمتوا على الاذلال المباشر للمغترب اليمني في ظل الحرب. نعم، اذا ابقى معي دكتور. اعود لارحب هنا بضيفي المحلل السياسي السعودي السيد سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، نحييك وحيي ضيفك. اهلا بك سيد اهلا بك سيد سلمان. يعني نتحدث هنا اليوم في هذه الحلقه عن شكاوى لبعض الوزراء في الحكومه الشرعيه من منعهم من دخول المملكه لمقابله رئيس الجمهوريه، وايضا بعض الاحيان من المغادره من المملكه. ونتساءل هنا لماذا تمنع السلطات السعوديه بعض الوزراء من الالتقاء برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي؟ حياك الله عزيزي. بالنسبة للأستاذ أو الوزيران، الوزير النقل صالح الجبواني ووزير الداخلية الميسري، هم تقريبا الوحيدان الذين وصل أو أوصل هذه الرسائل. ولكن قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أسأل سؤال الأخ صالح الجبواني وزير النقل. عندما قدمت الدعوة لكافة وزراء الشرعية سواء في الداخل المملكة العربية السعودية، أقصد الذين كانوا في مدينة من أحد المدن السعودية، أو الوزراء الذين كانوا في الخارج، قدمت لهم تذاكر مجانية للحضور إلى الرياض لتوقيع الاتفاق بين الحكومة الشرعية وبين المجلس الانتقالي، أين كان حينها صالح الجبواني؟ أنا أريد هذا السؤال أن يجيب عليه معالي الوزير صالح الجبواني. وليس متواجد معنا في الحلقة لكي يرد على هذا السؤال، ولكن يعني لا أحد يعرف أن وجهت له الدعوة فعلا أم لم توجه. يعني لا أدري، يعني أنت تؤكد هنا على أي أساس بأن يعني هل لديك معرفة تامة بأنه وجهت للجبواني دعوة بالفعل؟ طبعا لدي معلومات سابقه قدمت لعدد من الوزراء. اثنان من الوزراء كانوا في القاهره، كان احدهم مع ابنه والاخر كان في ظروف صحيه يتعالج باحد المستشفيات في القاهره، وقدمت لهم الدعوه وحضرا. بينما طيب صالح دعنا من تلك الفعاليه وايضا من مساله توقيع الاتفاق. وهنا مؤخرا الرجل يشكو من خلال التغريدات بانه لديه ملفات سياسيه وخدميه ويود نقاشها مع رئيس الجمهورية، وبالتالي تقدم لطلب التأشيرة ومنذ شهر لم يسمح له بدخول المملكة. كيف يفهم هذا الأمر؟ والله يفهم إذا كان تريد أدلة حقيقية واقعية فعلية. انظر وزير التربية والتعليم الدكتور مليس وصل إلى الرياض من عدن وعاد إلى عدن مرة أخرى. انظر إلى وزير الإعلام الدكتور معمر القذافي الأرياني، معمر القذافي معمر الأرياني للتصحيح الأرياني الأرياني عفوا، حضر مؤتمر في لندن وعاد إلى المملكة العربية السعودية. انظر إلى وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، حضر لقاء وزراء السياحة العرب ثم عاد إلى المنطقة الشرقية اللقاء ايضا سياحي هناك ثم عاد الى الرياض. طيب انت تتحدث هنا مع وزراء سيد سلمان مع وزراء يتفقون تماما مع السياسه السعوديه، بينما الوزراء الذين خالفوا السياسه السعوديه لماذا يتم منعهم من الدخول المملكه فقط؟ هم ليس لديهم رغبه غير في مقابله رئيس الجمهوريه والحديث معه فيما يخص البلد. ممتاز، انت اتيت بالاجابه قبل ان اجيب. انت قلت الذين يتوافقون مع حكومه الشرعيه، ممتاز هذا الجواب. لكن هؤلاء الشخصان او الوزيران هم مع جانب الحكومه القطريه التركيه، هم بهذه التصريحات او الاملاءات التي توجه عليهم ليهاجموا الشرعيه من صحف قطريه ومن اعلام قطري ومن منابر تركيه. إذن يا سيدي لا يتفق الجنة ونار،
هؤلاء ليسوا مع الشرعية، هؤلاء يعملون ضد الشرعية. وقبل هذا لكن نفهم سيد سلمان بأنه من يختلف أو يعارض السياسة السعودية ليس مرحبا به في الرياض؟ غير صحيح. يعني ماذا نفهم يعني من هذا الحديث؟ سيدي خالد، دعني أشير لك بالكلمة وبالوضوح. خالد بحاح نائب الرئيس السابق كان يعمل ضد التحالف وضد الشرعية، وأعتقد أنه لا زال حتى هذه اللحظة، ورغم ذلك مكرم ويكرم في الرياض. المملكة العربية السعودية لا تقيس بهذا المكاتب الذي تنظرون إليه يا سيدي. هناك وزراء في الشرعية ليسوا مع الشرعية ولا مع التحالف ولا حتى مع اليمن، هم يعملون للصالح. طيب يعني كيف نفهم، كيف نفهم من حديثك أن الرجل ما كتبه بتويتر يعني هل نعتبره ادعاء كاذب مثلا؟ ليس ادعاء كاذب، لكنه ماذا؟ تمرير، هو لا أريد أن أطلق عليه لك لا أمام الناس، ولكن هو يعمل وفق رغبات قطرية. الرجل يأخذ مرتبه من قطر يا أخي، إذا كان الرجل يأخذ مرتبه من قطر فلمن يقول ولاء؟ هل سيقول للشرعية أم لقطر؟ يا أخي الرجل يمتلك أرض في قطر، وأنا لدي ما يثبت صحة أقوالي، منحها مع توكل كرمان ومع غيرها من الذين يعارضون التحالف والشرعية. يعني لا نريد أن ندخل في تفصيلات أدق حتى لا نفضح ملفات أكبر. هو ليس هو والوزير وزير الداخلية فقط، هناك أشخاص آخرين داخل الشرعية يعملون ضد الشرعية وضد اليمن. جميل، إذن سأعود إليك، سأعود إليك سيد سلمان. أذهب هنا لضيفي الدكتور فيصل الحذيفي. إذن دكتور لعلك استمعت لضيفنا المحلل السياسي السعودي، يعني هل يفهم اليوم أن يعني هناك أننا نعاني من أزمة تصنيفات حاصلة بأنه من لم يعمل وفق السياسة السعودية يصنف على أنه تلقائيا أنه يتلقى مرتبات سواء من قطر أو غيرها، أو أنه يعمل لصالح سياسة مخالفة وبالتالي يتم محاربته من كافة النواحي؟ لنفترض بأن ما ادعاه ضيفك الكريم من الطرف الآخر بأن هؤلاء عملاء لقطر وتركيا، فالسلطة الشرعية هي المعنية بمحاسبتهم وليس السلطة السعودية. السلطة السعودية بما أنها قبلت أن تتدخل في استعادة الدولة وحماية أمنها القومي من التدخل الإيراني في اليمن، فعليها أن تحترم اليمن شعبا ودولة. ليس من حقها أن تتدخل في السيادة اليمنية، ليس من حقها أن تذهب بقواتها إلى المهرة، ليس من حقها أن يدخل آل جابر بدون فيزا لليمن، ليس من حق الإمارات أن يدخل إلى سقطرة بدون فيزا إلى سقطرة. كيف يعبثون هذا العبث ثم يرفضون دخول وزير رسمي لا زال يعمل بالشرعية؟ ليس من حقك يا سيدي أن تحاسبه إن كان عميلا للصهيونية أو لتركيا أو لقطر أو للصين أو للهند، هذا ليس من شأنك، هذا من شأن السلطة الشرعية. السلطة الشرعية عليها أن تحترم المهمات الدستورية لتعاقب من يخون البلد. الخيانة الحقيقية اليوم ليس أن القضواني فقط هو الذي يعارض الشرعية، الشرعية سقطت لأنها فوضت السيادة اليمنية للسلطة السعودية بشكل مجمل. اليوم من يكره دول التحالف ليس فقط الجباري، الشعب اليمني عن بكرة أبي يكره دول التحالف. نحن كشعب يمني نقول عاليا أصبحوا دول محتلة يمارسون كل الخز والعار، يعني يقيمون دورات يعني تدريبية. دكتور أفهم منك أن الشرعية، أفهم منك دكتور ولو قاطعتك هنا، أن الشرعية هي من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى قبل أن يتم الحديث عن مسألة السعودية والإمارات وبقية الأفعال. بالتأكيد لو لم تكن الشرعية بهذه الرخاوة وبهذا التواطؤ لما تجرأت السعودية ولا غير السعودية بأن تنتهك السيادة اليمنية وأن تهين اليمنيين. اليوم الفريق الحكومي الذي قبلت بالهلوان في الرياض قلبت يعني أو غير جوازه الأحمر إلى جواز عادي ليبحث له عن كفيل سعودي ويصبح أجير راعي غنم أو سائق أو مدير مبيعات. أي هيئة هذه التي يعيشها رجال دولة يفترض أن يتعاملوا باحترام؟ اليوم السعودية تخضع اليمنيين لأن يكونوا أتباعا وعملاء، لا رجال دولة ولا دولة مستقلة، ولا تريد اليمن أن تصبح دولة ولكن تصبح حديقة خلفية تعبث فيها كما تشاء. نعم، لكن دكتور يعني ما السبيل للخروج من دائرة الاستلاب هذه؟ يعني ما السبيل لدى الشرعية للخروج من هذه الدائرة؟ الشرعية هي أرادت هذا الهوان لنفسها، وبالتالي لا تريد أن تتحمل مغارم ما يجري في اليمن.
أرادت أن تعيش مطمئنة هناك في الرياض، آمنة، تعبث بالأموال باسم اليمن وتخاطب العالم باسم اليمن وتأخذ المغانم من وجودها في السلطان دون المغارب. اليوم لا يوجد رئيس دولة في العالم تمر بلده بحرب وهو يصمت ويسمى قائد على القوات المسلحة ولا يعرف الجبهات ولا يعرف ما هي الجبهات ولا يعرف كم عدد جنوده ومن هم الحقيقيين ومن المخفين ولا يعرف أين الحرب وأين يعني الهزائم. يعني الحقيقة الشرعية لم تعد لها مشروعية دستورية وقانونية بسوء إرادتها وبسوء فعالها. يعني كيف أنت تمنح بلدك على طبقة من ذهب وعلى شيت بياض لدولة أجنبية تعبد به كما تشاء دون اعتراض؟ يخصف الجيش اليمني الوطني لطائرة سعودية وإماراتية بتهمة الإرهاب، ماذا علاقتهم بالإرهاب؟ هل هم أتوا لمحاربة الإرهاب؟ هذا شأن يخص اليمنيين أنفسهم. يعني يخطف الجيش كلما تقدم في أي جبهات ثم يؤمر بعدم المجابهة. هؤلاء أتوا لتدمير الدولة اليمنية، لم يأتوا لمساعدتها. يعني اليوم الإعمار الذين يضحكون به على الناس أكذوبة، يعملون اتفاقات من الخلف وفيها كثير من الانتهاك للسيادة اليمنية وهي غير قانونية على كل، مهما وقعوا على اتفاقيات فهم لن يفلحوا فيها. فلا وجود للسلطات السورية لإقرار مثل هذه الاتفاقيات، لا مجلس النواب ولا سلطة شرعية. الرئيس عبد الرب منصور هادي مجرد رئيس توافق وانتقال لمدة عامين والآن يعيش خارج إطار الزمن. نعم، إذا ابقى معي دكتور. أعود لضيفي المحلل السياسي السعودي سيد سلمان عسكر. سيد سلمان، يعني لعلك استمعت لي حديث ضيفنا الدكتور فيصل الحذيفي، يعني يتحدث بأنه إذا كان هناك من محاسبة لأي مسؤول يمني على مواقفه أو أي أمر آخر هو يتم من قبل السلطة الشرعية اليمنية ولا يأتي من قبل السعوديين أنفسهم. شوف سيد، يعني أنا دائما أنا أريد أن أتحدث، لا أريد ثرثرة أو بلبلة إنشائية، من السهل أن أتكلم هكذا، ولكن أنا أتكلم معك بلغة الأرقام والأدلة والبراهين الحية والمباشرة. يا سيدي، لو تعثر بغل أو بغلة في لاهور في باكستان لقلنا أن السبب المملكة العربية السعودية. لو سقطت حصى في نهر الأمازون لكلت المملكة العربية السعودية. لا نريد أن نربط المملكة العربية السعودية بخلافات داخلية وبأهواء شخصية. أنا أتكلم معك يا سيدي وسأضرب لك مثلا حيا ومباشرا الآن. العام الماضي اتهمت المملكة العربية السعودية بأنها عرقلت دخول عدد من الحجاج اليمنيين التابعين للشرعية، يعني من منطقة حدود شرعية ليست تبع الحوثيين. ورغم ذلك اتضح لاحقا أن السبب هي الإجراءات من الداخل اليمني، ولذا ظهر وزير الحج والأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية واعتذر اعتذارا رسميا ووضح المشكلة والالتباس وشكر المملكة العربية السعودية التي مهدت وسهلت كل الإجراءات. لذا يا سيدي يجب ألا ننظر إلى زاوية معينة أو زاوية مظلمة ونترك الزاوية طيب المريضة. طيب، يعني أنت تتحدث هنا سيد سلمان بأن هناك حجج كثيرة وبالتالي هي ادعاءات يعني تكون بالمجمل كاذبة، لكن نتساءل هنا نحن، يعني لماذا لا يسمح لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي من العودة إلى اليمن لممارسة مهامه من هناك؟ ستقول أن الرئيس بنفسه يرى بأنه يعني عودته ليست مفضلة بالوقت الحالي، وإنما هناك كل منهم حول الرئيس يتحدثون بأن الرئيس يمنع أو محجور عليه من العودة إلى اليمن، وبالتالي كيف نفهم هذا الأمر؟ الرئيس، وأنا قلتها عبر هذه القناة قبل عدة أشهر، تحدث أحد الأشخاص بأن الرئيس عبد الرب هادي معتقل في الرياض وأنه ممنوع من السفر، وأنا قلت له إذا مر شهر أو انتهى شهر ولن يعود الرئيس عبد الرب إلى عدن فأنا أعترف وأبصم معكم بالعشر بأن كلامكم حقيقة. ما هي إلا بضعة أيام حتى عاد الرئيس هادي إلى عدن وزار مارب حينها ثم رجع إلى الرياض وعاد مرة أخرى. يا أخي هذا الكلام لا نريد. الزيارات المرتبة والمشروطة ماذا نريد بها نحن كيمنيين سيد سلمان؟ يعني نتحدث نحن رئيس الجمهورية، كل ما من يحيط برئيس الجمهورية يعرف تماما بأن الرجل يريد العودة لترتيب أوضاع البلد وإدارة مهامه من داخل البلد، وهو يمنع من قبل الجانب السعودي والإماراتي بأن يعود ويستقر باليمن بشكل نهائي. طيب خلينا نتكلم بالعقل فقط دقائق، أرجوك أن نخاطب الناس الذين يستمعون إلينا ويشاهدون الآن بالعقل.
عاد ربه هادي منصور لو رجع لرجعته الماضية إلى عدن والتي أنت تقول أنها مجدولة، لو بقي في عدن هل أحد يستطيع أن يعيده إلى الرياض؟ يا أخي نريد أن نخاطب الناس باللغة التي يفهمونها. يا أخي أنا يدي على يدك ولساني مع لسانك ورأسي مع رأسك، وأنا أتفق مع الذين يطالبون بعودة هادي. المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة لن تطرد هادي ولن تقول له تفضل اذهب لليمن. أتت به لإن كان في فترة معينة الآن، وأنا أحمل الرئيس هادي. يا أخي خلينا من هادي، علي محسن يا أخي مفترض، أنا معكم وأنا أتفق مع آرائكم، مفترض أن يعودوا إلى اليمن، لكن أن نقول أن المملكة العربية السعودية حجرت عليهم هذا كلام لا يصدق ولا يعقل، وهذا يعني للأسف أنا أعتبره من أرخص الكلام وأرذله. يفترض أن ننطر بكلمة الحق يا عبد رب، وهذا المفروض يرجع المملكة العربية السعودية. جميل سيد سلمان، ابقى معي سأنقل حديثك للدكتور فيصل. دكتور فيصل، لعلك استمعت لحديث المحلل السياسي سلمان عسكر يتحدث بأنه لا توجد أي موانع على عودة الشرعية وممارسة مهامها من الداخل، والرئيس هادي عاد أكثر من مرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولو أراد هو الإقامة في العاصمة المؤقتة وممارسة مهامه من هناك ما المانع؟ لكنه يعني لا توجد رغبة لدى الشرعية اليمنية في الاستقرار. بالنظر إلى حقيقة الأشياء غير المعلنة، السعودية لا تمانع من عودته، ولكنها لا تضمن سلامته، وبالتالي تجعله في ظل مخاوف يرفض العودة، أي أنها تمنعه بشكل غير مباشر، تقول له إذا تريد أن تعود تحمل مسؤوليتك ومسؤولية أمنك. لكن المنع المباشر حصل، أعيد مرة واحدة من مطار الرياض، وأعيد مرة أخرى من الأجواء مطار عدن بواسطة القوات الإماراتية، وهذه الأحداث مسجلة ومعلنة. فلا ينبغي أن نخلط الحابل بالنابل، يعني هناك منع غير مباشر وهناك منع مباشر ومسجل. طيب يا دكتور، عندما يقال لرئيس الجمهورية يعني مسألة الحماية، اسمح لي، لا، نحن في نهاية الأمر نحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الاستسلام لمثل هذه الشروط. لين مستدعى دولة للتدخل العسكري دون اتفاق ملزم أو محدد ومهدف، وبالتالي فتح اليمن كالإنسان الذي فتح بيته للنصوص ليحموها، هذه هي الحقيقة. وبالتالي في نهاية الأمر هذه نفسه هو الذي يتحمل مسؤولية ما يجري له وما يجري لليمن. نعم، لكن يا دكتور في هنا نقطة أيضا في مسألة عدم أو الضغط على الرئيس في مسألة الأمان، يعني إذا ستعود عود ولا نضمن لك الحماية. يعني لدينا وزارة الدفاع ولدينا أجهزة أمنية، وبرأيك يعني لا يستطيع الرئيس هادي والشرعية ومن حوله يعني تأمين وضعهم ومواجهة هذا الواقع، وبالتالي يعودوا ويؤمنون وضع البلد ويعملون من الداخل؟ الصواريخ التي سقطت على محافظة مأرب أكثر من مرة وأطاحت بالشدادي وأطاحت بكثير من القيادات وكانت ستؤدي بالمحافظ، الصواريخ التي سقطت لأن تؤدي ب 300 جندي عسكري في الآن في المرحلة الأخيرة في مأرب، وفي 300 عسكري في العلم، والحرب التي حصلت بانقلاب لطاحنة في عدن، يعني أنت تتحدث عن دولة أتت لتبني جيش موازي ضد الجيش الوطني، 100,000 درب من المرتزقة وما يسمى بالحزام الأمني والحزيمة الأمنية التي دربتهم ومورتهم بسلاح ثقيل الإمارات، ما وظيفتهم؟ وظيفتهم هي التحكم بالمشهد حتى لا يستطيع الرئيس أن يؤمن نفسه. يعني اليوم نتحدث عن تأمين وكأن اليمن أصبحت قادرة على أن تحمي نفسها، في وقت أن القوات الأمنية والمدعومة من السعودية والإمارات مخترقة لجميع المحافظات من المهرة، شبوة، حضرموت، مأرب، عدن، لم تبقي منطقة دون أن تسيطر عليها لا برا ولا بحرا. نسألهم فقط سؤال، أوكي أنتم الآن لا لوم عليكم واللوم على الشرعية، لماذا تفتحون مطار صنعاء وتغلقون مطارات المناطق المحررة؟ عيب السهل على أنفسكم. لماذا تفتحون ميناء الحديدة وتغلقون ميناء موانئ الشرعية؟ لماذا تحاصرون اليمنيين من السفر بالترانزيت عبر السعودية باعتبارها غير في وقت حرب؟ يعني هناك أمور كثيرة مستفزة إلى درجة هؤلاء الناس ألفوا باحتقار الغير، وبالتالي لا يحترمون لأنهم ألفوا هذا الاحتقار.
نعم، إذا دكتور ابقى معي، أذهب لضيفي سلمان عسكر. سيد سلمان، استمعت لحديث ضيفنا الدكتور، يعني يتحدث الرجل أن إذا كان هناك منع من قبل السعودية، وليس هو بتلك الطريقة المباشرة أنه ممنوع من العودة، وإنما هناك ضغوطات معينة في مسألة أنه إذا أردت العودة عد، ولكن لا نضمن لك الأمان. يعني كيف ترد؟ أولا الحمد لله أنا مبسوط جدا، يعني الدكتور فيصل خلال أقل من 4 دقائق تناقض مع نفسه، لست أنا الذي ناقضه. التارة الأولى التي كان الحديث لديه كان يقول بأن الرئيس هادي إقامة جبرية، والإقامة الجبرية واضح ماذا تعني. ثم في المقطع الأخير الذي قبل أن تحيل الحوار إلي كان يقول بأنه قيل أو خير إن كان يعود أو يتحمل مسؤولية نفسه. يعني هو حديثه من أن منطلق أو من منطلق أن القوة التي تسيطر على عدن هي قوات سعودية وإماراتية، يعني من هذا الجانب. لا أنا أتكلم عن الرئيس هادي، هذه متناقضات كدليل واضح وحقيقي لحقيقة الأمر، والحمد لله الذي أنطق مثل ما سينطق غيره. عموما القوات التي هي موجودة في عدن أو في مأرب أو في غيرها هي لحماية المدنيين. نحن للأسف لم نعمل حلقة واحدة لنتحدث عن عدد الصواريخ التي قام التحالف العربي بإسقاطها دون أن تلحق أذى على المدنيين في عدن وفي غير في مأرب وفي غير مأرب. الأحداث التي حصلت وذهب ضحيتها عدد من الجنود الأبرياء قبل بضعة أسابيع في مأرب، الحمد لله أنا لم تتهم المملكة العربية السعودية. يعني لو كان هناك مجال لكن المملكة هي التي أطلقت الصاروخ. يا عزيزي، هذه القوات لها فترة محددة وليست كما يقول ضيفك. بعيدا عن القوات، يعني سؤالنا السابق سيد سلمان على الرئيس هادي ومسألة ابتزاز الرجل في مسألة أنه إذا عدت لا نضمن لك الحماية، وبالتالي يعني هو منع بطريقة ولكن غير مباشرة. يعني يا أخي ما في طريقة مباشرة وغير مباشرة، هذا رئيس دولة يا أخي. أنا نتكلم كلام، معليش خلينا على قد مستوى الحلقة ونحترم عقليات المشاهدين. هو عقليات المشاهدين، ولكن يا عزيزي كل من هو حول الرئيس لا يستطيع التحدث، وبالتالي يعني ربما يأتي اليوم ليتحدث ويوضح كل ما هو خفي وما يدور في الكواليس. الرجل دائما كل من حول الرئيس يتحدث بأنه الرجل يتعرض إلى ضغوطات كثيرة، وبالتالي قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي لا يستطيع العودة. من المفترض أن تستضيفوا عبد الله. يعني نحن لا نختلق كلام من تلقاء أنفسنا، ولكن هناك من هم حول الرئيس يتحدثون هذا الكلام. طيب كان من الأجدر أن يكون معنا، وأنا أطالب بخروجه، أنا أطالب معكم وأستيقظ هذا الرجل أن الدكتور عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي، أين هو؟ لماذا هو صامت؟ لماذا لا يخرج؟ نريد منه أن يخرج وأن يكذب هذه الادعاءات، ولكن للأسف الرجل غائب تماما ووجوده كعدمه، وأنا أقولها بكل صراحة. وكان من المفترض هو أن يكون ضيف وأن يوضح الحقائق. نعم. أنا معك وأضم صوتي إلى صوتك بأن الرئيس هادي ومن المفترض بعد اتفاق الرياض ومن قبل اتفاق الرياض أن يكون وضحت موجود في عدن. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سلمان عسكر، كنت معنا من مدينة أبها السعودية. أعود هنا بتساؤل أخير للدكتور فيصل. يعني دكتور فيصل، هل لا يزال يعول على الشرعية في استعادة السيادة اليمنية، وما السبيل للخروج من هذا المأزق؟ بالنسبة لسلوك الشرعية ظهرت على شكل خيانة عظمى للأسف، ولا تستطيع أن تبرئ نفسها ما لم تتأكد ذلك، هذا أولا. الشيء الثاني، الشعب اليمني هو المعني بنفسه، والله إذا قبل مثل هذا الذل فهو سيظل عبدا سواء للحوثي أو للسعودية أو لطرف أجنبي أو داخلي. ولكن إذا استنهضنا الهمم وأعدنا النفس الثوري من جديد، وتيار إبراهيم هو المسؤول عن مثل هذا الاستنهاض خارجا عن أي مظلة حزبية، وبالتالي علينا أن نفكر بوطننا باعتباره يخصنا نحن، لا يخص هذه، لا يخص السعودية، لا يخص إيران، ولا يخص الأمم المتحدة. نحن لليوم نتفرج، وبالتالي وكأن ما يجري في اليمن هو شأن يخص الآخرين لا يخصنا نحن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.